أصدر قاضي التحقيق الفرنسي لمكافحة الإرهاب قرارا بإيقاف ملاحقة نشاطات المقاومة الإيرانية المعارضة ومقرها باريس. المقاومة الإيرانية وبحضور طاقم المحامين والمدافعين وبعض الشخصيات السياسية الفرنسية والأجنبية أقامت احتفالا بهذه المناسبة. سعد المسعودي. بفرح غامر استقبلت المقاومة الإيرانية قرار قاضي التحقيق الفرنسي بإغلاق ملف الملاحقة القانونية ضدها بشكل نهائي بعد اتهامها بالتحضير لعمليات إرهابية فوق الأراضي الفرنسية. هذا الملف الذي أثار اهتمام السلطات الفرنسية واتهمنا بالإرهاب بدلا من مواجهة بداية تنظيم داعش وحزب الله منذ 3 عقود. هذا الحكم يأتي على خلفية المداهمة التي قامت بها قوة من الشرطة ومكافحة الإرهاب تجاوزت 1300 شرطي ورجل أمن في 17 يونيو 2003 مقر المقاومة الإيرانية في ضواحي باريس، وقامت باعتقال نحو 160 شخصا من ضمنهم مريم رجوي الرئيسة الحالية للمقاومة الإيرانية. يجب أن لا ننسى الشخص الأول الذي كانت لديه القوة لمقاومة المداهمة الأكبر في تاريخ فرنسا، وهو اليوم بيننا شاهد على انتصار العدالة. 23 معارضا إيرانيا قاموا بإحراق أجسادهم أمام السفارة الفرنسية في طهران وباريس أيضا، احتجاجا على هذه العملية التي وصفوها بالصفقة التجارية بين ملل طهران والحكومة الفرنسية. أنا ما زلت حيا رغم محاولات إحراق جسدي، وهو شيء بسيط أقدمه من أجل حرية بلاد إيران. وقد أكدت كلمات الحاضرين على النهج المعتدل والمتسامح الذي تنتهجه المقاومة الإيرانية المعارضة، ونبهت لخطورة النظام في إيران الذي يعمل على تصدير الإرهاب إلى العالم. سعد المسعود، العربية، باريس.